Hello everyone. So, اليوم رح نكفي بالشابتر 3 ورح نشتغل activity 2 the gene. حنبلش اليوم ب part 1. هلا يمكن انتم تكونوا شوي بلشنا في هيدا البارت بس رح ارجع عيد كل شيء من الاول، اوكي؟ So, خلينا نبلش. DNA contains all the necessary genetic information for building and functioning the organism. Okay? طيب انتو يمكن قبل سمعيني قبل عم قول هيدا الاكزامبل بس حارجع عيده لحتى تفهموا شو الفرق بين DNA و functioning او building of an organism. Okay? انا بدي اياكم تتخيلوا انه انتو اشتريتوا let's say تيبل اونلاين بس هيدي التيبل مش مركبه اوكي اجت ببوكس بقلب هيدا البوكس حتلاقوا شغلتين حتلاقوا الانستراكشن يلي هن هيدا الدفتر الصغير او الوراق يلي بيعلموكم كيف تركبوا هيدي التيبل وحيكون في تولز تبع تيبل اوكي هلا انتو شو رح تعملوا you're gonna read the instruction and you will use the tools in order to make this table وبعدين انتو شو رح تعملوا رح تستخدموا التيبل لتشتغلوا عليها مش رح تستخدموا الانستركشنز مظبوط and this is exactly what happens inside our cell يعني نحنا لما نقول دي ان اي بقلب الدي ان اي في genetic information يعني في الانستركشن اوكي هلا inside our cells في عندي tools وحده من هودي التولز اسمهم امينو اسيد اوكي هلا كيف بدي ركب هول الامينو اسيد الطريقه انا شو بعمل او السل شو بتعمل بتقرا الانستراكشن من الدي ان اي بعدين بتركب الامينو اسيد حد بعضهم ليطلع عندي بالاخر ا بروتين and our organism will use this protein in order to function well اوكي خلينا ناخد انا وانتو اكزامبل مثلا اذا انا عم بحكي عن انسولين جين او انسولين دي ان اي شو في بقلب الانسولين جين يلي موجود بقلب النيوكليوس في بقلبه الانستركشن في بقلبه الجينيتك انفورميشن يلي السل بتقراها ليه لحتى هيدي السل تركب الامينو اسيد ويطلع عندي وات وي كول ذا انسولين بروتين او يلي نحن عاده بنسميها انسولين هرمون هلا مين جسمنا بده يستخدم in order to regulate the amount of sugar in the blood أكيد نحنا جسمنا بيستخدم الانسولين بروتين أو الانسولين هرمون ولا مرة بيستخدم الدي ان اي دي ان اي شغلته بس instruction بس genetic information اوكي سو لما بقول انا الانسولين بتركلج السكر بالدم انا قصدي الانسولين هرمون اوكي طيب البنكرياتيك سيلز لحتى يعمروا هيدي الهرمون لحتى يركبوها من وين بيجيبوا الانفورميشن من وين بيجيبوا الانستراكشن من الانسولين جين يلي بيكون موجود بقلب النيوكليوس اوكي فاذا هيدي معناتها this information is coded by a nucleotide sequence اوكي يعني انا مثلا لما يكون عندي ACCC هيدي it's gonna code for insulin protein لما يكون for example عندي CCTTT it's gonna code into another protein okay so بهيدا الدرس mainly عن شو رح نحكي عن relationship between DNA and the synthesized protein حنشوف شو العلاقة بين الدي ان اي والبروتين اوكي هلا لو جيت انا مثلا قلت لكم pick out the problem from this paragraph from this text كنتوا حتنقلوا what relation exists between دي ان اي and the synthesized protein لانه pick out بتعني استخرج وproblem بتعني a question اوكي So, هيدا أول document عندكم إياه بهيدا الأكتيفيتي document A والسؤال هو describe the adjacent document شو بنعمل انا لما ينطلب مني to describe exactly بدي اكتب document يلي قدامي in the form of paragraph ولحتى اكتبه in the form of paragraph اول شيء انا مفروض حول النون لverbs يعني removal بدي حولها لremove injection لinject transfer بتضلها لانه هي noun وverb search
And you have to relate هودي الأفكار مع بعضهم ب first, next, then, later. مش بضلني أقول then, لا ما غلط. فإذا بدي نوع مرة first, مرة next, مرة later on, مرة finally. أوكي؟ كمان شو لازم أعمل؟ I must respect the order of the steps. ضروري أحترم الأوردر. أوكي؟ طيب. Can I add any extra information؟ يعني إذا أنا حدا سوبر شاطر وبعرف information زيادة، في يزيدهم؟ أكيد لا، بالدسكرايب بس بتلتزموا بالدوكيمنت يلي معكم، لو قد ما كنتوا أكيدين من your information ما بتزيدون. أوكي؟ فإذا هون الدسكرايب، so first eggs are removed from a mouse. هلا أنا هون استعملت الـ verbs بالpassive form، بس أكيد فيكم تستعملون بالactive form، يعني في يقول remove eggs from a mouse، أو في يقول we remove eggs from a mouse. Okay, then human insulin gene, شفتوا؟ فإذا أنا أول شيء شلت egg من mouse، بعدين human insulin gene in the form of DNA is injected in the male pronucleus. هلا أمشوا معي بالdescribe بعدين حأشرح لكم الاكسبيرمنت. Okay, next شو بده يصير في عندي بنكست بثالث step؟ A number of altered embryos is transferred into the uterus of a foster mother. عم بنقلهم بس عم حولهم من noun لverbs ليزبط عند الباراجراف. Finally, we search for human insulin in blood. أكيد طالما الريزلت موجودين سو بدي حطهم. شو طلع عندي؟ Two mice are obtained. هون two mice are obtained with a negative result. Where the DNA fragment is not inserted, and one mouse is born with a positive result, هيدي الماوس is called transgenic mouse. Okay, هيدي كانت describe. هلا let's move to explain this experiment. يلي شو اسمه experiment in producing a transgenic strain. يعني أنا بالآخر بدي أوصل لنتيجة شو يعني كلمة transgenic أو شو يعني كلمة transgenesis. Okay, so أول شيء أنا أخذت eggs from a mouse. وبقلب هيدي الايج في عندي the male and the female pronuclei. اوكي؟ pronuclei هن مثل النيوكليوس لانه هيدي fertilized egg، ففي عندي male nucleus and female nucleus. pronuclei بيكونوا نيوكليوس بلشوا يكبروا لانه الدي ان اي بقلبهم عم يعمل replication، سو حجمهم بيكبر. اوكي؟ مش مهم هلا، بس انا بدي اياكم تفهموا انه الفيرتلايزد egg حتلاقوا بقلبها اثنين نيوكليوس، واحد جاي من الميل، واحد جاي من الفيميل. يلي عملته انه انا I inject a gene. هل الجين ما خصه بالماوس؟ هل الجين جاي من هيومن وهو الانسولين جين؟ جبته وعملت له injection بالميل برونيوكليس. يعني انا صار عندي fertilized egg of a mouse، بس شو دخلها؟ دخلها a strange gene. شو هو هال strange gene؟ هو the human insulin gene. بعدين نطرت لصار عندي امبريو، يعني نطرت لهيدي الايج، هيدي الزايجت عملت ميتوسز وطلع عندي امبريو، واخذت اكثر من امبريو واحد وزرعتهم وين؟ باليوترس اوف ا فوستر مادر. كلمه فوستر مادر بتعني المادر يلي بتحمل الامبريو، ما ضروري تكون نفس المادر يلي انا اخذت منها فيرتلايزد ايج. بعد ما خلق عندي ثلاثه مايز، اثنين منهم ما لقيت عندهم انسولين بالدم، وحده بس لقيت عندها انسولين بالدم. هلا نمبر 1 بدي اياكم تنتبهوا انه انا ما رحت فتشت عند هول النيو بورن، ما رحت فتشت على الانسولين جين ابدا، انا رحت فتشت على الانسولين هرمون، يعني رحت فتشت على الانسولين بروتين. وين رحت فتشت عليها؟ رحت فتشت عليها بالدم. سو باي اتنشن، انا هون لما عملت انجكشن انا عملت انجكشن للجين، عملت انجكشن لانسولين جين، لانسولين دي ان اي، لانسولين انستركشن. ابدا ما جبت انا الانسولين بروتين يلي بنزل السكر بالدم وحقنته بهيدي الفيرتلايزد ايج، نيفر. يلي عملته انه جبت الانستركشن يلي نحن بنسميهم بالبيولوجي دي ان اي ورحت حقنتهم بالايج. بعد ما خلقوا عندي الامبريو ما رحت فتشت على الجين، صعب افتش على الجين بماوس في عندها thousand and thousand of cells. رحت فتشت بيدم على انسولين هرمون، انسولين بروتين. ليه؟ لحتى استنتج الماوس يلي لقيت عندها الانسولين بروتين
معناتها هيدي الماوس لما كانت fertilized egg أخذت الجين of insulin، عملت له insertion بقلب الدي ان اي تبعها. however هودي two mice لأنه ما كان عندهم بالبلود insulin protein، سو في استنتج انه هاد two mice او لما كانوا embryo لما كانوا fertilized egg ما قدروا يعملوا insertion للانسولين جين يلي انا دخلت لهم اياه، يلي انا عملت لهم injection. هلا الماوس يلي لقيت عندها insulin protein بالدم، يعني الماوس يلي فرجتني a new feature، عادة الماوس ما بيكون في عندهم insulin human insulin protein بالدم صح؟ هيدي لأنه أخذت عملت insertion بالدي ان اي تبعها للانسولين جين، عملت له expression فصار عندها insulin protein بالدم، فهيدي الماوس بسميها transgenic mouse. اوكي سو وان مور تايم، انتبهوا انا عملت انجكشن لانسولين جين، يعني انا عملت انجكشن لانسولين دي ان اي سوري، بس بعدين رحت فتشت بالولاد على الانسولين بروتين او رحت فتشت على الانسولين هرمون. اوكي سو اذا لقيت الانسولين هرمون بعرف انه هيدي الماوس صار الانسولين الهيومن انسولين جين بارت اوف اتس اون دي ان اي. طيب إذا أنا بدي أجي أعمل definition لترانسجينيسيس، كيف بعطي definition لترانسجينيسيس؟ في ثلاثة steps لحتى أقول هيدا البروسيس اسمه ترانسجينيسيس. أول شيء number one لازم يكون في عندي transfer of a foreign gene from a species into another. لاحظوا أنا نقلت جين من human لماوس to different species، فصيلتين مختلفين. لازم species recipient يعني يلي عم تاخد الجين تعمل انتجريشن لهيدا الجين بالدي ان اي تبعها. شو يعني؟ انا بعمل انجكشن للانسولين جين، اذا هيدا الهيومن انسولين جين صار بارت من الدي ان اي تبع الماوس بقول انه هو عمل انتجريشن، لانه في احتمال كتير كبير انه ما يعمل انتجريشن. وثالث شرط انه the new variety يعني الترانسجينيك individuals ضروري يعملوا اكسبريشن. شو يعني expression؟ يعني ضروري يقروا الانستركشن، ضروري يقروا الدي ان اي and to express it. شو يعني to express it؟ يحولوه لبروتين، يقروه ويصنعوا بروتين. اوكي؟ فاذا ثلاث مراحل بالترانسجينيسيس. اول مرحله transfer of a foreign gene تبهوا من species للثانيه مختلفين، integration لهيدا الجين بالجين او بالدي ان اي تبع الريسيبينت، وثالث واهم واحدة انه يصير في expression لهيدا الجين، يعني هيدا الجين المفروض يعمل expression. شو يعني expression؟ يعني تقرا السل وتحوله لبروتين، مش تحوله يعني هو بيختفي، هو بضل وهي بتقرا من هيدا الجين لتعمل a new completely new protein. اخر شيء بدي اقول لكم اياه شو ال definition تبع الجين. شو يعني جين؟ هو a fragment of DNA، بس ضروري هيدا الفراغمنت يكون coding for a specific given polypeptide. What does this mean؟ يعني مثلا أنا عندي هيدا الـ DNA خليني أصمه لريجن 1, 2, 3, and 4. مثلا هون في عندي الانستركشن أو الجيناتيك انفورميشن للإنسولين، بينما هون هاي الـ DNA موجودة بس it doesn't code for any protein for any genetic information. هيدي for example it codes for the skin color، وهون كمان it doesn't code for anything. So the part يلي فيها المعلومات لبروتين معينة هيدي بسميها جين. اوكي هلا الجين is characterized by a specific sequence of nucleotide. نحن بنعرف انه انا عندي بس اربع انواع نوكليوتايد. اوكي بس شو اللي بيحدد انفورميشن معينه؟ سيكونس تبع النوكليوتيد ترتيبهم. سو فور اكزامبل ATTT بتعطيني انفورميشن شيء، بينما TTTA بتعطيني انفورميشن ثانيه. اوكي سو سيكونس اوف نوكليوتيد هو يلي بيحدد الانفورميشن، هو يلي بيحدد الانستركشن لا ا جيفن بوليبيبتايد. اوكي ثانك يو.